تعالوا من هذا الطلب بعد إذنك بعد إذن حضراتكم إحنا نواجه بالدعوة على الطريق. أستاذ حاجة تانية، في من أعتقد المسألة إيه بس صح الأولى وجهة قوي، المسألة ليها علاقة مع مسألة الأمنية أجرى جوه السوق وغالبا بيعنيش هدوية بشوكة مش عارف نخش يعني هي دي أنا أتمنى بالفعل إن مصر يجي عليها اليوم بنلاقي رئيس الجمهورية مش جاي رئيس الجمهورية واقف في شباك التذاكر في التذكرة زي ما كنا بنشوف كده الدكتور أسامة الجاز الله يرحمه في عروض كتير جدا بالمفاجأة أسامة الجاز واقف على الشباك رافضا أي دعوة بيطلع تذكرة بحر ماله ويخش يقعد في المصحف زي